الملف الليبي اللي يبدو أن اجتماع لجنة ستزيد ستة ببوزنيقة جنوب الرباط بالمغرب حدا دعم دولي كبير. وهنا غادي نحيلكم إلى البيانات الصادرة عن القوى الكبرى وعن الأمم المتحدة كما غادي تشوفوا، نقرأ لكم يعني ليبيا بإذن الله تخطو الاتجاه الصحيح، وأن هذه اللجنة التي اجتمعت بالمغرب طبعا برعاية المغرب دارت حاجة مهمة جدا، وهو أن هناك أمل بأن الانتخابات ستجرى في القريب إن شاء الله. نبدأ لكم هنا مع البيان القوي نتاع الأمم المتحدة، البيان القوي نتاع الأمم المتحدة وين كما راكم تشوفوا هنا الأمم المتحدة أحاطت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا علما بنتائج أعمال لجنة 6+6 المشكلة من قبل المجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة الذي اجتمع في بوزنيقة في الفترة ما بين 22 ماي و 6 يونيو، واللي هو وضع مشاريع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. تعبر هذا كلام رسمي تاع الأمم المتحدة عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة، وتتقدم بالشكر لحكومة المملكة المغربية على استضافة اجتماعاتها. هنا ثناء من طرف الأمم المتحدة للمغرب الذي استضاف هذا الاجتماع تاع الأشقاء الليبيين. تدرك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولاً ودعماً من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية وممثلي المجتمع المدني بما في ذلك النساء والشباب والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة، وبناء على ذلك ستواصل البعثة العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية بما في ذلك المجلس الرئاسي لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المترشحين. هنا في هذا البيان تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الانخراط بروح من التوافق في مساعي معالجة جميع القضايا العارقة وخلق بيئة أوفر أمانا وأكثر ملائمة لإجراء الانتخابات في عام 2023. تحث البعثة جميع الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي. وتمشي مع ولايتها تجدد البعثة أي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأكيد التزامها بإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية وتجديد شرعية مؤسسات الدولة. هذا البيان انتهى الأمم المتحدة، يعني هناك دعم قوي من طرف الأمم المتحدة للاجتماع انتهى 6+6 الذي انعقد ببوزنيقة بالمغرب. وهنا الدور المغرب كان كبير في الجمع بين الفرقاء الليبيين من أجل الانتقال إلى الخطوة الأهم، وهو يعني تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية مما يفضي إلى وجود حكومة شرعية وبالتالي دخول ليبيا مرحلة بناء مؤسسات الدولة. ليست الأمم المتحدة من أيدت فقط يعني اجتماع اللجنة ببوزنيقة. هنا أحيلكم عن بيان صادر عن السفارة البريطانية بطرابلس، هو بيان مشترك ما بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية. هنا أيضا باركوا الاجتماع الذي انعقد ببوزنيقة كما تلاحظون في هذا البيان، رحبوا ببيان بعثة الأمم المتحدة واعترف هذه السفارات بالمثل بجهود مجموعة 6+6 في التوصل للاتفاق بشأن مشاريع القوانين الانتخابية، ورحبوا بالالتزام تاع بعثة الأمم المتحدة للدعم بالبضيء قدما في العمل مع جميع المؤسسات والجهات الفاعلة الليبية ذات الصلة لتسهيل عملية معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في إطار انتخابي وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات وتمكين تكافؤ الفرص لجميع المرشحين. وحثت السفارات هذه الدول إلى جميع الجهات الفاعلة على المشاركة البناءة مع ممثل الأمم المتحدة السيد عبد الله باطلي من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة للانتخابات. هناك أيضا الأردن دعم أو أيد هذه نتائج اللجنة الليبية المشتركة كما تلاحظون في هذا البيان الصادر عن وزارة الخارجية
الأردنية وأشاد بالدور الذي ضلعت به المملكة المغربية في إنجاح هذا الحوار والتوافقات التي تم التوصل إليها. نفس الشيء مع وزارة الخارجية البحرينية، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين وإشادتها بالجهود الدبلوماسية للمملكة المغربية الشقيقة في التوصل إلى توافقات مهمة بين أعضاء اللجنة المشتركة 6+6. بالإضافة إلى صدور بيان عن الإمارات، عن خارجية الإمارات، أيدوا الاجتماع اللجنة، أيدوا اجتماع اللجنة. غادي نشوف هالبيان هذا، المفروض راه عندي، غادي نعرض عليكم. بالنسبة لخارجية الإمارات، بالنسبة لخارجية الإمارات، أين أعربت كما ستلاحظون هنا في هذا البيان، ننشرها عليكم حاليا الآن، صدروه متأخر مقارنة بالبيانات الأخرى، لكن هذا أمر هام، وهو أن الخارجية الإماراتية كما تلاحظون رحبت بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلفة من مجلسي النواب يعني والمجلس أعلى الدولة 6+6، يعني رحبوا بهذا الاجتماع الذي انعقد في بوزنيقة، وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها على جهود المملكة المغربية في إنجاح الحوار والتوافقات الهامة التي تم التوصل إليها لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا، وأعربت عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية بأسرع وقت ممكن كخطوة مهمة، تقول وزارة الخارجية الإماراتية، لإنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا. كما راكم تشوفوا هذا الاجتماع الذي انعقد في بوزنيقة أحظى بتأييد وإشادة دولية كبيرة. نظام العسكر طبعا عنده مشكلة مع المغرب، ما يقدرش يثني ويشيد مثل هذه التوافقات، باش تشوفوا بلي هو يقف وراه يدير، راه يخلط مع أطراف، مع طرف معين داخل ليبيا باش ما تتنجحش الاتفاقات، وباش ما يقولوش، باش ما يتكتبش في التاريخ بأن بوزنيقة اللي في المغرب، بأن المغرب ساهم في إرساء التوافقات بين الأطراف الليبية. ما شفناش منه أي ردة فعل حرك الأبواق نتاعها، خصوصا قناة الجزائر الدولية، للإنقاص من هذا الاجتماع. لكن شفنا الأمم المتحدة تدعم بقوة، شفنا القوى الكبرى تدعم بقوة، الدول العربية كذلك، وهذا معناه أن الأمور في الاتجاه الصحيح، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق للأشقاء الليبيين باش يديروا انتخابات برلمانية ورئاسية ويخرجوا من الوضع اللاشرعي هذا، يعني الحكم الغير شرعي اللي راها الفوضى اللي راهم عايشينها. لأن يعني ليبيا بحاجة إلى بناء دولة مدنية، دولة ديمقراطية، ودولة المؤسسات والحق والقانون. كل التوفيق للأشقاء في ليبيا. في موضوع آخر، بعدين نتكلم على زيارة رئيس الكنيست أو البرلمان الإسرائيلي إلى الرباط. هذه الزيارة التي عبر، أهم نقطة فيها هو أنه أعرب عن يعني اقتناعه بسيادة المغرب على الصحراء. هذا ماهوش اعتراف اللي شفناه في زيارة رئيس الكنيست، لأن الاعتراف يكون صادر عن الحكومة، عن الدولة الإسرائيلية، لكن هذه خطوة كبيرة من طرف إسرائيل فيما يخص، لأنها هي دولة طبعا، هي دولة محتلة الأراضي الفلسطينية، نعم خلاف قضية مشاكل مع العرب، لكن هي دولة عضو في الأمم المتحدة، والاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء هو مكسب دبلوماسي للمغرب. غادي نخليكم مع هذه الزيارة التي تم التوقيع فيها على مذكرة تفاهم، كما ستطلعون هنا، نخليكم مع هذا الفيديو أولا، نشوفوا الكلام نتاع رئيس الكنيست الإسرائيلي نقلا عن ميديا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضل عليك
سيد رئيس المجلس النواب المغربي، بقلا على جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بقلا على الشعبين المغربي والإسرائيلي، بقلا عليكم وشكرا جزيلا لكم. سهرة مغربية، أنا فرحان بزاف هذا اليوم في المغرب ديالنا، هذا نهار كبير. I'm very happy today in our Morocco. This is a great day. إذن كما شفتوا رئيس الكنيسة الإسرائيلي تكلم باللغة العربية وقال بأن الصحراء المغربية هو من أصول مغربية، وأكد على أنه حسب ما جاء في وكالة لاماب أنه يتعين، قال بأنه يتعين عن دولة إسرائيل المضي قدما في الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وقال بأنه لقد عبرت عن ذلك سابقا وأجدد التأكيد عليه الآن بصفتي رئيس للكنيسة، وبكل وضوح يتعين على إسرائيل المضي قدما نحو هذا الهدف المتمثل في الاعتراف بمغربية الصحراء أسوة بحليفنا الأقرب الولايات المتحدة الأمريكية. وقال كوني أنحدر من هذه الأرض المباركة فإنني أعي تمام الوعي الاعتراف أهمية الاعتراف بمغربية الصحراء، مردفا لست أنا فقط من يقول، أعتقد أن التاريخ يؤكد الأمر نفسه. ودعا إلى تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل خصوصا في مجال الفلاحة والسياحة والأمن والحفاظ على الموارد المائية وتحلية مياه البحر. إذن كان استقبله كذلك وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كما ستلاحظون في هذه الصورة. هذه صور استقبال ناصر بوريطة لرئيس الكنيسة الإسرائيلي بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الكنيسة ومجلس النواب المغربي. هذه هي المذكرة نقلا عن موقع مجلس النواب المغربي. المذكرة تشمل تطوير العلاقات البرلمانية على مستوى التشريعي وباقي مجالات العمل البرلماني. كان دار تصريح الإيفنت كات كان دار تصريح حصري، غادي يخليكم تسمعوا واش قال رئيس الكنيسة الإسرائيلي لقناة إيفنت كات الإسرائيلية. I truly support the integrity of Morocco and, of course, Moroccan Sahara. حقاً أدعم سيادة المغرب على كامل ترابه وبالتأكيد على الصحراء المغربية. مع ذلك هذا القرار يجب أن يتخذ من رأس الدولة وهو رئيس الحكومة. أعرف هذا أمر جيد أن هذا تحت نقاشات جادة. موقفي هو أنه يجب الاعتراف بمغربية الصحراء على اعتبار أن حليفنا الأقرب الولايات المتحدة قامت بذلك في إطار اتفاقيات إبراهيم، ويجب أن تكون هذه مسألة لرئيس الحكومة ومن بعدها للكنيسة البرلمان أن يقبل ذلك، ولكن علينا أن نقوم بذلك بنظام وفق القانون الإسرائيلي. وأستطيع أن أقول لك ولمشاهدينا أنني أعتقد أنه في الوقت القريب ستكون هناك أنباء، ولكنني أريد أن ألقي ذلك لرئيس الحكومة أن يكون هو من يقدم هذا الموقف. يعني هنا رئيس الكنيسة الإسرائيلية شرح كيفاش إجراءات يعني اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء لازم يكون قرار من الحكومة وبعد يمر على البرلمان، والأكيد أن الأمر هذا غادي يتحقق في المستقبل مثل ما قال رئيس الكنيسة الإسرائيلية. دا
دائما في إطار السلام بالشرق الأوسط. غادي نوريكم فيديو لوزير الخارجية السعودي الذي تكلم عن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، كما ستلاحظون على هامش اجتماع تحالف ضد داعش الدولي. لاحظوا واش قال وزير الخارجية السعودي فيصل الأمير فيصل بن فرحان حول مسألة التطبيع مع إسرائيل. وكما قلت مسبقا وواضح، نحن نؤمن بأن التطبيع يصب في مصلحة المنطقة وسوف يقعد فائدة كبيرة للجميع، ولكن من دون إيجاد السبيل للسلام للشعب الفلسطيني دون معالجة هذا التحدي، فإن أي تطبيع سيكون له فوائد محدودة، وبالتالي علينا الاستمرار بالتركيز على إيجاد السبيل تجاه حل الدولتين والمسار تجاه منح الفلسطينيين الكرامة والعدالة. كما راكم شفتوا الكلام نتاع وزير الخارجية السعودي، قال بلي أن التطبيع، وهذه جملة مهمة جدا، التطبيع أمر مفيد. يعني ما معنى ذلك؟ معنى أن السعودية ماضية في يعني في المستقبل من أجل إقامة علاقات ما بين إسرائيل والسعودية، لكن قال لهم التطبيع سيكون مفيد إذا تم يعني حل المشكلة الفلسطينية على أساس يعني حل الدولتين. طبعا أكيد هناك مفاوضات تجرى حاليا، كنت أشرت إليها منذ إعلان عن الاتفاق الإيراني السعودي. هناك مفاوضات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام وبناء علاقات، إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل. يعني هنا الجهات الرسمية في السعودية ما عندهمش مشكل في إقامة علاقات مع إسرائيل، لكن رابطين ذلك بتطور أو حل القضية الفلسطينية. لكن أنا أعتقد بأن ستكون هناك علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، لأن الأمر ما هوش متعلق فقط بالقضية الفلسطينية، بل هناك شروط وضعتها السعودية سنعود إليها في